من وجهة أسرة أبو رحمد. على فكرة أبو رحمد جبلة شرق. جبلة ما شاء الله. أي فريج؟ الغنيم. نعم الغنيم. ها نبي تذكير، شنو تذكرنا؟ الله بالقرآن يقول فذكرهم بأيام الله. شنو أكبر نعمة؟ صحيح. أي والله النفس، كان يقول الوالد أنفاس معدودة في أماكن معدودة بذكر الله والصلاة عليه. في ناس يقول لك لا أبي الصحة بس أبي أقرقش شوية. الرزاق جل في علاه والرازق والرزاق. هذا في واحد كذي ذيك اليوم مرض، قال لا ما أبي الفلوس. بعدين صحة قال محتاج شوية. شيء طبيعي. اي والله يعطيكم العافية. حياكم الله انتوا آل الربيعان. آمين آمين. شكرا. بعطي الاسم الكامل. نجيب محمد. والنعم. انتم من ايرانكم اول؟ انا اعرف تاريخ الكويت بفريج الغنيم. ما اذكر. الربيعان كان ابو سعد. لا. مو جيران. لا مو خوف. اكو رحمه واكو برحمه. واكو رحمه. احنا النواف. والنعم الله. انتم رحمه. برحمه احنا النواف. انتم برحمه. اي والنعم الله. وابن رحمه. واكو رحمه. اي. هذيلاك وين؟ ماكو ها؟ يعني هذول ما يلتصون معاكم؟ لا هي ايام الرحمه. ايه؟ الوالد كان يقول مسباح يسبحون والحوق له حق له لا حول ولا قوه الا بالله والحمد حمدون ورحمه رحيمين. ان شاء الله. امين. الله بالقران يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اي والله فاسمكم يبشر بالخير. ما نعطلك سيدي. شكرا. امين. شكرا سيدي. شوفوا مجتهدين مع انهم يعني نص نص.